صدمت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القانون الجمهور بنشرة هي وحبيبة وبي ابنها الكونغولي لوفو لوراندي مجموعة صور فاتحة إلون على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتفالهم بعيد الحب. وبينت رهف مع حبيبة بعدة وضعيات فاتحة هن وعم ببوسوا بعض قبولات حميمة، ولفتت الأنظار بالطريقة يلي حبت تطل فيها على المتابعين، فلبست قميص مفتوح بشكل مبالغ فيه على منطقة الصدر، وكان واضح انها مش لابسه ملابس داخليه تحته. وهيدي مش اول مره بتتسبب رهف باثاره الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي سبق ونشرت عده صور جريئه من قبل. لمعرفه كافه الاخبار الفنيه زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكن كل جديد.